كركوك. اجتمعت في هذا الاسم ثلاثة كافات فصار من الأسماء النادرة من حيث الحروف، والتركيب اللفظي يدل على أنه من الأسماء السامية الآرية. كركوك محافظة في شمال شرق العراق، ومدينة كركوك هي مركز المحافظة والتي كان اسمها محافظة التأميم قبل احتلال العراق عام 2003. إنها مدينة تاريخية قديمة اختلف الباحثون في أصل تسميتها، يرجعه البعض إلى اللفظة السريانية كرخاد بيث سلوخ، أي مدينة السلوقيين. يقدر عمرها بأكثر من 5000 سنة، يسكنها خليط من العرب والتركمان والأكراد والأشوريين. مدينة عريقة تاريخياً كان اسمها أرانجا عرفة، تعود بدايتها كظهور إلى 1000 قبل الميلاد، وذلك عندما ورد ذكرها في الكتابات الأكادية باسم أرانجا، والذي حرف إلى عرفة، وهو اسم موجود حتى الآن، إذ إنه اسم لإحدى المناطق التي تسكنها الأغلبية الأشورية. كركوك تعطي أصدق صورة عن عراق التاريخ الحديث، خاصة بعد اكتشاف النفط من قبل الإنجليز، حيث نرى أن الأشوريين قد سجلوا عطاءً متميزاً بقدرتهم على تسيير أعمال شركة النفط فيها واستمرارية تدفق النفط العراقي. وقد افتتح الملك فيصل الثاني خط أنابيب كركوك عام 1952. قصد كركوك الكثير من الأقوام إبان الإمبراطورية الأشورية طلباً للعيش، وتعرضت للكثير من الغزوات الخارجية بعد انهيار الكيان السياسي للإمبراطورية الأشورية. قلعة كركوك تقع في مركز مدينة كركوك فوق مستوطن أثري قديم ورد اسمه في الألواح المستخرجة منه، وعددها 51 لوحا يعود تاريخها إلى منتصف القرن 12 قبل الميلاد، وقد تم العثور عليها في سفح القلعة صدفة عام 1923. قلعة كركوك طراز بنائها تركماني، انطلقت عمليات البناء في عام 884 قبل الميلاد، وانتهت عام 858 ميلادية. مالكها الأول الملك الأشوري أشور ناصر بال الثاني، والذي دام حكمه بين عامي 884 858 قبل الميلاد. تمرد عليه القائد أرياق بعد أن أمره ببناء قلعة حصينة في منطقة كركوك الحالية، حيث جاء بألف من أتباعه وأسكنهم فيها، وأصبحت القلعة حصناً دفاعياً. دخل الإسكندر المقدوني كركوك بعد أن انتصر على الملك الفارسي داريوس الثالث في معركة أربيلو عام 331 قبل الميلاد. مكث الإسكندر عدة أيام في كركوك وزار خلالها القلعة قبل أن يعود إلى بابل ليتوفى فيها عام 323 قبل الميلاد. بعد وفاة الإسكندر اقتسم قادته العسكريون مملكته، فكانت كركوك من نصيب القائد سلوقس الذي أسس فيما بعد الدولة السلوقية عام 312 قبل الميلاد. تؤكد المصادر التاريخية أن القائد المذكور أقام على أنقاض المباني المهدمة قلعة حصينة مصورة بسور منيع عليه 72 برجاً، وشيد لها بابين، أطلق على الأول اسم باب الملك، والثاني اسم باب طوطي، وهو اسم حاكم القلعة آنذاك. كما قام بتقسيم القلعة إلى 72 زقاقاً، وقام كذلك بإسكان بعض العشائر حول سور المدينة، فصارت تعرف باسم كرخ سلوقس، أي مدينة سلوقس. بعد وفاة سلوقس انتقلت القلعة إلى البارشبول، وبعدها سيطر الساسانيون على القلعة وحكموا المنطقة عام 227 قبل الميلاد، ولم يتم خلاص الأهالي إلا على يد الجيوش الإسلامية التي قضت على الساسانية. ثم اكتسح المغول بلاد المسلمين فدخلت كركوك تحت حكم التتار.
من المثير للانتباه أن كركوك لم يرد اسمها في الكتب التي تتحدث عن الفتوحات الإسلامية. ياقوت الحموي قال في معجمه الحديث عنها: قلعة كركوك تقع في أرض حسنة، وهي قلعة حصينة بين داقوقة وأربيل، ورأيتها على تل عال ولها ربض صغير. كما ورد ذكرها في كتاب الكامل لابن الأثير باسم بلد كرخيني أو كرخاني ثم الكرخين، وهو اسم لا يزال مجهولاً مثل تاريخ كثير من المدن التي لا تزال تنتظر سعادة حظها باكتشاف تواريخها بالحفر وبظهور مصادر تاريخية جديدة. ولعل أقدم ذكر لاسم كركوك ورد في كتاب ظفرنامة أو كتاب النصر لعلي اليزدي، وهو من أهل القرن التاسع الهجري، والذي قال إنها تقع قرب طاووق داقوق. إذن قلعة كركوك ثغر حدودي كما ورد في وثيقة الحكم السلطاني، تطل على حدود الدولة الصفوية، وهي قلعة مبنية من الطين، جدرانها متداعية. نظراً لأهمية القلعة للوجود العثماني في المنطقة، طلب أمير السنجق العمل على بناء القلعة وليس ترميمها، وهكذا أزال العثمانيون الأبنية القديمة وبنوها من جديد، بدليل أن قوات نادر شاه حاولت السيطرة على كركوك عام 1743، فتصدى المدافعون عن القلعة لهذه القوات وتمكنوا من هزيمتهم، مما حدا بنادر شاه أن يجهز جيشاً ويتوجه بنفسه إلى كركوك، وهكذا تعرضت للهدم، لكن أعيد إعمارها من قبل العثمانيين على نفقة خزينة بغداد آنذاك. للقلعة 4 بوابات، 2 من الجهة الشرقية و2 من الجهة الغربية، واليوم بقيت بوابة واحدة محافظة على شكلها التاريخي، ويعود تاريخ بنائها إلى أكثر من 150 عاماً. تتميز بأقواسها مدببة الشكل وقبوها شبه البيضوي، بنيت من الجص والحجر، ارتفاع البوابة من الداخل 7 أمتار. الجهة الغربية من القلعة أعيد بناؤها بعد عام 2003. أقدم وأشهر جامع هو جامع النبي دانيال، وله منارة شاخصة يعود تاريخها إلى أواخر العصر المغولي أو بداية العصر التيموري. مئذنة هذا الجامع من الطابوق، وهي بمثابة استدلال يشاهد من جميع أنحاء القلعة. في الجامع أقواس وعقود، وهي لا تزال قائمة على قاعدة مثمنة الشكل بجانبها المنارة أو المئذنة. يحتوي الجامع على مصلى يطل على فناء مكشوف. للجامع قيمة اجتماعية وروحية، ويعتقد العوام أن النبي دانيال مدفون فيه، وكذلك النبي عزرة أو عزير عليهما السلام. دانيال عليه السلام نبي من أنبياء بني إسرائيل، ممن لا يعلم وقته على اليقين، إلا أنه كان في الزمن الذي بعد داود وقبل زكريا ويحيى عليهم السلام. أخذ النبي دانيال وهو صغير مع من أسر من بني إسرائيل إلى بابل، بعد أن دمر نبوخذنصر دولتهم في بيت المقدس. واشتهر أن الصحابة رضي الله عنهم عثروا على قبره عندما فتحوا تستر، ثم أمرهم عمر بن الخطاب أن يغيبوا قبره خشية أن يتخذه الناس معبدا أو يشرك بالله عنده. النبي عزير عليه السلام من أنبياء بني إسرائيل، أماته الله 100 عام ثم بعثه، جدد الدين لبني إسرائيل وعلمهم التوراة بعد أن نسوها. مر عزير على قرية خاوية ليس فيها بشر، فوقف متعجبا وقال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ قبض الله روحه وهو نائم ثم بعثه، فأرسل الله له ملكا في صورة بشر فقال: كم لبثت؟ فأجاب عزير: لبثت يوماً أو بعض يوم. فرد الملك: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك وكانا سليمين، وانظر إلى حمارك وكان قد مات. ثم بيّن له الله
أسر في ذلك، ولنجعلنك آية للناس. وقد ذكر الله قصته في سورة البقرة في الآية رقم 259. جامع العريان يقع في منتصف القلعة، يتميز بمحرابه المزين بزخارف نباتية هندسية ملونة بألوان عدة على شكل أزهار تعلوها آيات قرآنية. منبر الجامع مبني من الجص والحجر، وجوانبه مزخرفة بزخارف جصية تمثل أشكالاً هندسية، ويحتوي الجامع على قبتين. أولو جامع يتألف من أربعة أروقة ترتكز على دعامات تتصل الواحدة بالأخرى بمنافذ على شكل أقواس نصف دائرية. لم يبق من الجامع سوى بعض الأقبية ذات الأقواس المدببة وبقايا المئذنة. كان الاسم القديم لهذا الجامع هو الأمارية. جامع حسن بكيز عبارة عن كومة من الأنقاض اليوم. في القلعة العديد من الدور التراثية ذات المواصفات النادرة، فهذه دور تتكون من ثلاث دور متداخلة. الأولى ذات أعمدة مرمرية دقيقة، ومداخل غرفها مؤطرة بالمرمر والزخارف. أما الدار الثانية فتتكون من مجاز ومضيف ومخبأ، والثالثة تسمى بيت العروس. هذه الدور تتميز بعقودها وأقبيتها وزخارفها الجعدية والهندسية، ولكل دار من الدور التراثية في القلعة مميزات تكاد لا توجد في الدارين الأخريين. القبة الزرقاء تقع في وسط القلعة، مثمنة الشكل من الخارج، مربعة الشكل من الداخل، لها طراز معماري من الطابوق والجص. الجدران مزينة بزخارف مطعمة بالقاشاني الملون. تقع القبة على سطح قلعة كركوك. بناؤها قديم مثمن يبلغ قطره 5 أمتار وارتفاعه 10 أمتار. الجدار يتكون من طابقين، أرضي مربع يحتوي على 3 نوافذ للإضاءة. أما السقف فيتكون من قبتين شيدت إحداهما فوق الأخرى، الأولى من الداخل 8 أركان ترتكز على 4 أقواس نصف دائرية، والقبة الثانية تشكل أرضية الطابق الثاني. في داخل الطابق الأرضي حفرة مستطيلة. حول جسم القبة يدور إفريز من القاشاني الأزرق، وتظهر في نهاية الطابق الثاني مقرنصات كانت ترتكز عليها القبة. أما استخدام الطابوق المنجور في البناء فكان لمقاومة الأمطار. قديماً كانت المساجد الإسلامية تتخذ لتدريس القرآن الكريم واللغة العربية وعلوم الدين. تأسست أول مدرسة لتعليم الدين الإسلامي في قلعة كركوك في الجامع الكبير أولو جامع، وكذلك في مقام النبي دانيال، حيث كانت هناك مدرسة أهلية، وزيدت هذه المدارس في عهد التركمان السلاجقة. من أهم المدارس التي شيدت في القلعة في العهد العثماني الأخير مدرسة الشاه غازي، أسسها غازي شاه سوار، وهناك مدرسة الميدان التي أسسها حسن باشا في جامع حسن باكيز وتم ترميمها لاحقا. كانت هناك مدارس أهلية خاصة أسست في القلعة، منها مدرسة حاج سليمان آغا في محلة الحمام، ومدرسة آل زاد في محلة الميدان. والآن أسست الحكومة العراقية في قلعة كركوك عدداً من المدارس النظامية. هناك مقبرة بجانب جامع ومرقد النبي دانيال دفن فيها عدد من القادة العثمانيين ووجهاء القلعة، وهناك أيضاً 3 من قادة الأتراك الذين قتلوا في كركوك خلال الحرب العالمية الأولى ودفنوا في جامع النبي دانيال. حمامة التاريخ تحلق بين القشلة وسوق القيصرية في حضور طاغ على حياة المدينة، ترد لهم التحية في آناء الليل وأطراف النهار، وتنظر إليهم بعين ملؤها المحبة.
شهدت في عهد الوالي العثماني محمد نامق باشا عندما كان والياً على بغداد لتكون مقراً للجيش في كركوك، وهي تمثل قيمة معمارية مميزة. الواجهة الأمامية تتكون من إيوانين يتوسطهما المدخل الرئيسي الذي يفضي إلى رواق طويل، على جانبيه عدة غرف ذات أقواس دائرية قائمة على 8 أعمدة حجرية أسطوانية محجلة. كان للقشلة 5 بوابات واسعة، لم يبق منها سوى بوابة الخيالة وبوابة المشاة. هناك قباب تؤدي إلى رواق بديع الطراز ذي أعمدة مربعة في الطابق السفلي وأسطوانية في الطابق العلوي. تمتاز أقواسها بأنها مدببة ومتعانقة. أصبحت القشلة بعد الحرب العالمية الأولى مقراً عسكرياً. عام 1986 تم اعتبار مبنى قشلة كركوك أثراً تاريخياً مهماً، وتم تحويله إلى مركز ثقافي أنشئ فيه متحف كركوك وجناح خاص مسمّى باسم متحف الصمود والتصدي. كان يوجد جامع قديم داخل القشلة، بني عام 1912 بتبرعات الأهالي وهدم بعد الحرب العالمية الأولى، كما كانت توجد قشلة أخرى ملاصقة سميت رديف قشلة. يقع سوق القيصرية على بعد 10 أمتار إلى الجهة الجنوبية الشرقية من قلعة كركوك، وقد شيد كمركز تجاري لتسهيل عمليات البيع والشراء لسكان القلعة لبعد المنطقة آنذاك عن مركز المدينة. استقطب السوق أرباب الحرف المختلفة وزبائنهم، وقد تم إنشاء السوق على مقربة من بوابة السبع بنات، وهي إحدى بوابات قلعة كركوك. شغل دكاكينها العطارون والنساجون والخياطون وصابغو الأقمشة والغزل والأصواف وباعة المفروشات وغيرهم. يتميز السوق كباقي الأبنية التاريخية والتراثية في كركوك معمارياً بأقواسه وعقوده وزخارفه، ومن أبرز خصائص قبة هذا السوق تخفيف القوى الضاغطة على الجدران وبالتالي على أساس البناء. وتعلو سطح القيصرية قباب مسطحة، في منتصف كل منها فتحة سقفية لأغراض الإضاءة والتهوية، أما الأقواس فهي من الجص أو من الرخام المدبب. القيصرية مثل أي بناية تراثية في كركوك لا تخلو من الزخارف والرسوم والأفاريز، أما المداخل فهي مؤطرة بأطر رخامية مزخرفة. لا يملك الباحث في الفن المعماري لسوق القيصرية إلا أن يقف مبهوراً أمام التقسيم الفلكي الرائع الذي اعتمده ذلك الفنان التركماني المجهول في تصميم هذا السوق. فالدكاكين 360 الموجودة في السوق ترمز إلى أيام السنة، والشقق 12 المبنية فوق الدكاكين ترمز إلى عدد أشهر السنة، وثمة 24 ممراً ترمز إلى عدد ساعات الليل والنهار، كما أن مداخل سوق القيصرية 7 تدل على عدد أيام الأسبوع. لم يكتفي هذا الفنان بذلك، بل هداه خياله الخصب إلى أن يجعل أحد المداخل 7 مستقبلاً للشمس حين تشرق، بينما جعل مدخلاً آخر يودعها حين تغرب. كركوك تحتضن التاريخ، فقد أثبتت دراسات علماء الآثار والتنقيبات أن كركوك تضم في حناياها وحنايا أقضيتها ونواحيها 550 موقعاً ومستوطناً أثرياً، وما يقرب من هذا العدد من تلال تضم في بطونها آثاراً غير مكتشفة بعد، تنتظر من يرفع عنها ركام الزمن الغابر. وثمة مواقع تراثية في الأحياء الشعبية وأزقة كركوك القديمة، وبيوت ذات طراز معماري فريد، ومرافق تراثية تنتظر لتعيش من جديد تحت شمس الحياة الساطعة. كانت كركوك بحكم موقعها الجغرافي مركزاً تجارياً مهماً،
حيث كانت محط القوافل التجارية التي تقصدها لشراء سلع أو بضائع أو لبيعها. كان رئيس هذه القوافل يدعى كروانجي باشي، وكانت هذه القوافل بحاجة إلى أماكن للراحة بعد عناء السفر، لذا كثرت المحطات في كركوك التي كانت تسمى بالخان واكتسبت اسمها من السلع. كان هناك خان التمر وخان اللبن وخان الفحم وخان القاضي، لقد تجاوزت 15 خانا. هناك خان الجمارك وخان البلدية وخان المسيحيين، وكان من أشهرها خان الهنود الذي يقع في السفح الغربي من قلعة كركوك، ويعود تاريخ بنائه إلى عام 1875، وقد تم تحويله تحت إشراف وزارة الإعلام العراقية إلى سوق عام 1999. كان للمقاهي زمنها الجميل في كركوك، وكان أشهرها على الإطلاق المقهى المزدوج جوت قهوة، ويرتاده المثقفون والتجار. وثمة مقاه كانت تنقلب إلى مسرح حكواتي مثل مقهى أحمد آغا أو مقهى المجيدية، حيث تقرأ القصائد الشعرية. أما الديوانيات في كركوك فحدث ولا حرج، أصحابها من الوجهاء والميسورين أو أهل العلم والثقافة. من أشهر الديوانيات ديوانية عبد القادر أفندي الذي اشتهر بكرمه الحاتمي، ويذكر المؤلف المعروف محمد الألوسي في كتابه نشوة الشمول في السفر إلى إسطنبول كرم أهل كركوك وسخاءهم. أم الأحزان اسم مرادف لكل كنيسة في العراق تيمناً بالسيدة العذراء عليها السلام. أم الأحزان في القلعة هي الكنيسة الحمراء، وكنيسة أم الأحزان بناء مهجور، أطلال مهدمة، مياه جوفية تسببت في تشققها. تعد أقدم أثر مسيحي في المنطقة الجنوبية وتحفة أثرية، وهي بيت حنون يستقبل جميع الأطياف الدينية، وتقام فيها القداسات خلال الأعياد المسيحية والمناسبات المختلفة. تاريخها الحافل يعود للقرن الرابع الميلادي، وقد شهدت قصصاً ومآثر عديدة. الإنجيل لقب السيدة مريم عليها السلام بأم الأحزان، ومن هنا جاءت تسمية الكنيسة. هدمت الكنيسة الحمراء على أيدي الفرس الذين كانوا مسيطرين على المنطقة آنذاك، وكانوا في صراع دائم مع الدولة البيزنطية ذات الديانة المسيحية. الفرس في حينها كانوا يعبدون النار والشمس، لذا عذبوا المسيحيين. في مكان وجود الكنيسة الحمراء قتل الكثير من المسيحيين، ويقال إن عددهم بلغ 900,000، ومن هنا سميت الكنيسة الحمراء. دخلت المسيحية العراق في القرن الأول الميلادي، وكانت هناك مئات الكنائس، لكن بعد الاجتياح المغولي لبغداد عاشت بين احتلال واحتلال. من تيمور لنك إلى الشاه إسماعيل تم تخريب الأديرة، فتركها الرهبان وانقرضت الكنائس، ورحل الناس إلى كل الجهات، حتى كرسي البطريركية انتقل من بغداد إلى عدة مدن ومناطق، منها أربيل والموصل. رحالة اسمه بيتر ديلا فيالي كتب رسالة إلى صديق له عام 1616، جاء فيها: المسيحيون لم يكن عندهم في بغداد كنيسة، وكانوا يجتمعون في أحد البيوت سراً للصلاة، فالسلطات العثمانية إذا عثرت على كنيسة تكون العاقبة وخيمة. وبعد عام 1628 نجد الإشارة إلى كنيسة الميدان للنصاطرة، وهي قائمة إلى اليوم، ويديرها الآن الأرمن الأرثوذكس قرب مبنى محافظة بغداد حالياً. نعود لكنيسة القلعة. كانت كنيسة كبرى، موادها نقلت من الموصل، وكانت تتبعها مدرسة هي الآن كاتدرائية كلدانية. مجرد أطلال لا يمكن إصلاحها لوجود المياه الجوفية تحتها وحولها، مع أنها كانت مركزاً لجميع كنائس المحافظة. الكنيسة الحمراء فيها نصب لشهداء كركوك المسيحيين،
وملحق بالكنيسة مقبرة مسيحية. هناك وثيقة عثمانية نادرة ضمن دفتر مهمة رقم 888. هذا الدفتر محفوظ في الأرشيف العثماني في إسطنبول. كركوك في الحنايا، مدينة حديثة يحلو التجوال فيها ليلاً، منظر لا أحلى ولا أجمل. أشجار النخيل المضاءة تزين شوارعها، تزهو فيها مدينة ألعاب، ويوجد سوق خضار على ناصية الشارع، وشبكة طرق حديثة تربطها بمدن المحافظة، وجسر إسمنتي معلق. مدينة كلها مدنية، يحق لها أن تقول أنا مدينة أكبر من أن تحكى.